المرأة هون طلعت بدها إجباري لقمة عيش أولادها. الحياة صعبة هون جدا جدا، الغلاء، نتعامل كل بالدولار، الأسعار تغلى، غلى الدولار على غلى، كله كله غلى، بدها لقمة عيش طعم أولادها، فإجباري بدها تبحث عن شيء مشان تسدد رمق أولادها. فأنا بالنسبة لي دخلت مجال إدارة المشاريع، يعني حابة إنه أنا أشتغل بإدارة المشاريع، يعني كراتب إنه أنا بسد جوع أولادي، لأنه زوجي عاطل عن العمل ما في شغل. إذا بده يفتح يعني أي مشروع بالمعرة يعني مشروع راح يكون فاشل ما راح ينجح، لأنه الحركة قليلة. ف يعني أنا بالنسبة لزوجي من النوع اللي كتير كتير بياكل هم الطيران وبيخاف وتم حاطط القبض وبارك. طيب وبعدين يعني بدنا نعيش، بدنا ناكل منين؟ يعني نحن والله رغم هل بتكون ولا في من كانوا بشخص؟ والله من بنتين، يعني أنا ما عندي غير بنتين، أنا مصروفي تقريبا بحدود 100,000 شهريا، يعني يدوب مع مازوت مع كل شيء، يعني مصروف باهظ وعم بطلع يعني من الساعة 8 والله ما بصل للخمسة المساء، أنا يعني فارط على الآخر، عرفت علي؟ يعني أنا عمري مو صغير، بس وبعدين يعني تعب تعب كتير، بقول له روح اشتغل، بقول لي إيش بدي أشتغل، يعني صاير وضع البلد صعب، عرفت علي؟ فإجباري أنا بدي أحد العائلة بده يشتغل ليسد يعني حاجة البيت. طيب كيف عم يتم التنسيق بين تربية أطفالك أو التربية في المنزل، كونك أنت مربية منزل، والعمل من أجل تأمين هاي الملتزمات اليومية أو من أجل تقديم لقمة العيش للمنزل؟ يعني بالنسبة هلأ لزوجي كونه يعني عاطل عن العمل، إجباري هو بده يدير أمور البنات، يعني صار أنا أخذ دوره وهو أخذ دوري، عرفت علي؟ فبتحس الزلمة كمان ما عاد له يعني أهمية بالمجتمع، صارت المرأة هي كل شيء للمرأة، المرأة بتشتغل، المرأة بتخيط، المرأة تدير مشاريع، يعني حتى الرجل ما عاد له هالأهمية الزيادة بالبلد. طيب من خلال هذا المشروع اللي دخلتي انت، صار في عندك مردود مالي مثلا بسيط انه تدلوا على هذا المردود، او في عندك عده مجالات حاولت تدخل فيها من اي عمل جديد؟ والله هذا يعني انا داخله بشغل، يعني هذا الوحيد اللي حاليا عم بشتغل فيه، وفي انا بالنسبه لي يعني اشتغلت شيء تطوعي، يعني حبيت اني افيد البلد بتطوعي بشغلي بتعبي، صح عم بتعب بجوز من دون اجر، بس بشوف النساء انه يستفيدوا منه بمثلا بمشاريع بمثلا اي شيء انه يفيد النسوان، لانه كثير انا عم بتعرض لنساء يعني كثير كثير وضعهم مأساوي. اي اكيد اكيد المراه يعني انقلبت 180 درجه بالثوره، صار الى قيمه، الى اسم، الى معنى، انه انا قادره على انه اعيش، انا ماني يعني المراه اذا ما عندها رجل قادر انها تعيش. أنا ماني متعودة مثلا خلاص بدي أتحن العالم تحنن علي، لا أنا بدي أشتغل وبيعرق جبيني أنا طعمي أولادي، الكرامة هي أهم شيء، كرامة الإنسان، أنه أنا أروح على المخيمات مشان سلة غذائية ولا مشاني، هذا أنا ما يعني الحياة أنا ماني متعودة عليها، فخليني أشتغل وأتعب في سبيل أني أنا ما أنزل، يعني أهم شيء المزلة. أنا رحت فترة على الأردن كتير كتير نزلت، حسيت حالي أنه أنا وين وصرت وين، يعني العالم تتحكم فيي، جهودي ضايعة بأجور قليلة جدا، فقررت أني أرجع لبلدي يا أخي وأشتغل ببلدي شو ما كان أحسن من المزلة. والله صار المرأة كتير كتير إلى اهتمام، وفي قدرات يعني ما توقعناها أنه النساء تبدع فيها. عم تشارك المرأة اليوم في أي مجال؟ في كل المجالات، في مجال الإدارة، في مجال البناء، في مجال الإشراف، في عنا مشروع اللي عم تقوده مرأة، يعني المرأة ما عاد إلى حدود، يعني تحس حدودها عم تتعدى الآفاق، إنه قادرة إنه هي تدير بلد المرأة. أول شيء مشان تكون دور المرأة في المجتمع يكون لها دور، ومشان في هدفنا إنه نتعلم أكثر في ظل الثورة، مشان بالعلم إنه نحارب النظام والجهل اللي عنا، والجهل اللي عنا إنه يصير في تطور بالمجتمع أكثر. هدفي إنه أنا أعرف أكثر بالحاسوب، أتعلم شلون بدي مثلا إذا بدي أكتب نص على الكمبيوتر، أتعلم شلون بدي أكتب هالنص، شلون بدي أشتغل عليه. شو حكينا انت عن الطرق؟ عنا وريده، عنا عضلي تحت، تحت
الوريدي شو كيف تعرفي انه هو بنعطى وريدي؟ I am. I am. I V. I V. والعضلة؟ I am. I am. I S. 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 أيوه. هلا استاذ تخرجت ب 2011 دراستي كانت هندسه حيويه. طبعا تخرجت بعد فتره يعني قصيره من تخرجي قامت معركه التحرير بمدينه معركه النعمان. فطبعا احنا لاسباب امنيه انا ما عاد اقدر اروح مناطق النظام كونه طلع لي وظيفه بس مناطق النظام كانت هنا ما قدرت اروح مناطق النظام واقدم على هي الوظيفه. فقعدت فتره شي سنتين تقريبا بفراغ قاتل. يعني ما في يعني فعلا ابشع شيء بحياه اي انسان الفراغ وخاصه السيدات والنساء بمجتمعنا لانه اول شيء مجتمعنا يعني فترته كانت كثير الظروف الامنيه سيئه ما كان في مجال ابدا نطلع حتى برات البيت الظروف كانت كثير سيئه فعانيت من فراغ قاتل لهيك انا سبحان الله كان عندي رغبه كثير قويه داخلي انه انا كل السيدات اللي انا شفتهم وعاشرتهم بهذيك الفتره خاصه بوقتها استاذ يعني طلعت طبقات فقيره كثير بالمره حبيت انه انا اتيح لهم الفرصه تمام لانه يتعلموا ويحصلوا على الشهادات اللي انا حصلت عليها واكثر حتى تمام بشكل مجاني نوعا ما بنحاول نعمل لهم جو امن ضمن المركز ما يحسوا بالشيء اللي عايشينه برا تمام من هون انا بعد عندي بصراحه فكره انه وجود مركز نسائي يقدم دورات للسيدات والنساء طبعا اعمار مختلفه الدورات كلها مجانيه عشان ما احنا نستهدف فئه معينه لا احنا مستهدفين كل فئات النساء بكافه الاعمار وكافه الطبقات الاجتماعيه هلا المركز بدايه افتتاحه اتاح فرصه للمتخرجات انه يشتغلوا بمجال عملهم تمام يعني سواء كان مدرسات اللغات او مدرسات الكمبيوتر يعني اتاح لهم الفرصه انه يشتغلوا مجال عملهم اضافه لانه احل نساء اخريات لوظائف عمل اخرى يعني مثلا احنا السيده اللي عم تتخرج عندنا معها اي سي دي ال تمام فهي متقنه لمهاره الاي سي دي ال قياده الحاسوب بشكل كامل في عندنا مجموعه سيدات يعني عم نتواصل معهم فعلا اهلهم هذا الشيء لانه يحصل على فرصه عمل تمام نفس الشيء على موضوع اللغات موضوع احنا اللغات عم نعطي منهاج الهدوي مستوياته كلياتها تمام هل هذا المنهاج كمان عم بيأهل السيدات لانه يكونوا اقوياء باللغه الانجليزيه وهذا الشيء هلا كمان بيأهلهم للتواصل مع المنظمات الاجنبيه والخارجيه اللي عم تجي على البلد وتعمل مشاريع تمام كمان احنا ما بس عم نهتم بالتمكين يعني الثقافي للمراه كمان تمكينها بكافه النواحي حتى بالنواحي الامومه تمام يعني احنا عملنا كثير نشاطات بتستهدف مواضيع يعني فيها مواضيع بتلامس حياه الامهات مواضيع الصحه الانجابيه مواضيع الصحه الغذائيه مواضيع الاسعافات الاوليه للطفل وقايه الطفل من الحوادث كثير تناولنا مواضيع فعلا بتلامس حتى الامهات يعني بحياتهم اليوميه مع اولادهم وازواجهم أنا عندي فكرة بسيطة عن الخياطة كونه عندي شهادة ما أهلتني الشهادة إني أشتغل فيها أو أعلم فيها أو أي شيء أنا حبيت هلأ من جديد فتحوا جامعات ومعاهد للإتلاف وأنا قدمت شهادتي الحمد لله وقبلت مجال التربية والسنة سنة أولى وأنا عندي فكرة بسيطة عن الخياطة ونفس مجالي دوامي بالتربية بالكلية التربية عبدهم بالخياطة كتعلم المصلحة وعيش ولادي إذا مشان إذا التدريس ما استمر معي يستمر معي أي مجال تاني كان مهني وكان علمي إيه ما بحب إنه حدا ينسأل عن ولادي غير من عندي أنا حابة يدرسهم أحلى دراسة إن شاء الله رغم هالظروف اللي إحنا عايشين فيها رغم هالظروف نحن لازم نكون قياديات للرجل في عصرنا هذا المرأة تصفى سعر الرجل بس طبعا بحياة يمكن أعظم كمان لأنه مسؤولة عن بيت وأولاد ومعيشتهم حاليا لأنه نصف الشعب مات رجالهم وأولادهم وهي المرأة اللي لازم تسند محل الرجل حتى رغم هالظروف الحربية اللي عايشين فيها إن شاء الله ما نستسلم كان بالعلم كان بالشغل ولو حتى يعني فرص العمل عندنا هون كتير قليلة محصورة حصرا
بالمناطق المحرره، لانه السوء عندنا ضغط طيران، عندنا ضغط حرب قتل، نفسيات تعبانه. بس نحن ان شاء الله لازم نطرح النفسيه، نحسن من معنويات المراه ان شاء الله في اي مجال كان. طيب اختي، الشيء اللي عم تشتغلي فيه الموضوع تبعي عم يكفيك لتامين مستقبل اطفالك؟ والله لا ما كثير، بس الفضل لله مستورين ماشي حالنا، بس الحمد لله. يعني بحاول انا اذا ان شاء الله درست، بحاول رغم مهنتي اللي تعلمتها الخياطه ان شاء الله بشهادتي بيصير عندي دوام صباحي للتعليم ودوام مسائي للمهني للخياطه. طبعا ان شاء الله بيكون بعد سنه سنتين ان شاء الله بحقق لهم الهدف اكثر. انا فهمت اولادي انه هلا مردودنا قليل، بدكم تصبروا علي تتحملوني، وهني فهمانين الحمد لله رب العالمين، مستوعبين، لاني هلا انا عندهم اغلى من الاب والام حاليا. كيف عم يتم التنسيق بين تربيه اولادك وبين عملك؟ ارتباط ساعات زمن تربيتهم او قيام بواجبهم اليومي او عملك ضمن الشيء اللي عم تشتغليه انت في العمل؟ والله الصراحه عم بتعب كثير، يعني بيجي لي بوصل تقريبا اكثر الاحيان يا بثلاثه اذا عندي دوره اضافيه للخمسه. بتعب كثير، بس هذا ان شاء الله تعبي بيكون رياحه لاولادي، مستقبل ازهر ان شاء الله مزدهر، بحقق لهم كل شيء بدهم اياه، وما بخليهم بظروف هالحرب ما بخليهم يحسوا بتاثير الاب. ان شاء الله بدي اعوضهم حنان الاب والام بنفس الوقت، كيف كانوا عايشين وما محرومين شيء عن من ابوهم، ان شاء الله ما اختلف علي الوضع باذن الله، اختلف شيء بسيط، بس ان شاء الله انا بعوضهم بالحنان وارفع لهم من معنوياتهم اذا الله راد، وان شاء الله بقول لهم المستقبل قدامكم وبتساووا مثل ما كان ابوكم واحسن ان شاء الله. بوجه كلمه لكل نساء سوريا انه لا تستسلم، لا تحط الامل، ما تروحوا من ايده، لانه هذا الامل موجود حتى لو ظروف الحرب، هذا هو جهادنا، تربيه اطفالنا، تربيه اولادنا، تكوين البيئه للاسره جيده. حتى لو رجعنا راحت ان شاء الله ما منقصر مقابر، نحن نكون ان شاء الله جنب الرجل حتى لو رجعنا راحت، نحن بدنا نعوض البيت، نعوض الاسره، نعوض اطفالنا على حرمان ولا ابوهم، وان شاء الله ما بنكون الا نحن من الناجحات، ونحن النساء السوريات اكثر صمودا. وانا بحب وجه لكل مراه سوريه انه اي مهنه تحبها او اي مهنه يطلع بايدها تعملها لا تقصر، تنظم امورها بالبيت، تربي اولادها تربيه صالحه، طبعا تنشئ نشأة صالحه، ان شاء الله بتحقق هدفها باذن الله. نتعب سنه وسنتين معلش، بس نلاقي مستقبل مزدهر ان شاء الله قدامنا، ونرجع اولادنا وبيوتنا مثل ما كانوا هيك واكثر.